ولي العهد السعودي في زيارة إلى الصين لحضور افتتاح أولمبياد. تناول مقال في موقع رأي اليوم أبعاد حضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان افتتاح دورة الأولمبياد الشتوية في الصين في ظل مقاطعتها من حلفائه الأمريكيين، وتساءل عما إذا يشعر الأمير بالعزلة الدولية، فماذا جاء فيه؟ يبدأ الكاتب في المقال بالتحدث عن علاقة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالأمير السعودي بعد قضية جمال خاشقجي ورفض بايدن التعامل مع ولي العهد وعدم إعطاء الإدارة الأمريكية الحصانة المطلقة له، ما يفسر تراجع الأمير بن سلمان عن المشاركة في قمة العشرين الأخيرة التي انعقدت في روما وقبلها قمة المناخ في غلاسكو، بالإضافة لتأكيد بايدن عدم رغبته لقائه في قمة روما وفق رأي اليوم. لا يخطط للقاء ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان على هامش. يلفت جمال الجيوسي في المقال إلى ثقة الأمير بن سلمان التي تراجعت فيما يتعلق بحضوره الشخصي للقمم والمؤتمرات الدولية، فالأمير لم يعد متحمسا للظهور الإعلامي العالمي بعد إعلان زعماء قمة مجموعة العشرين عدم رغبتهم لقائه، مما يفسر بحسب الكاتب اقتصار زيارات بن سلمان الخارجية على الدول الخليجية المجاورة. يتوسع جيوسي في المقال ويسأل عن ما إذا يشعر بن سلمان بالعزلة الدولية مع تداول خبر حضوره افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين بالتزامن مع مقاطعة دبلوماسية من قبل حلفائه التقليديين إلى جانب دول أوروبية بسبب ما وصفوه بانتهاكات حقوق الإنسان في الصين بحق أقلية الإيغور المسلمة. الحضور الذي يحمل أبعاد ويفرض تساؤلات حوله في ظل إصرار الإدارة الأمريكية على مواصلة عزل الأمير وعدم فتح أبواب البيت الأبيض لزيارته، وما رافقه من ترحيب صيني حار به في مناكفة واضحة للأمريكيين، يقول الجيوسي. يتوسع الكاتب في أبعاد الزيارة ويرجح أن يعود الأمير محملا بصفقات شراء أسلحة صينية في ظل سحب إدارة بايدن منظومة دفاع صواريخ باتريوت من أراضي المملكة، ويربطها بزيارة رئيس الوزراء التايلندي للرياض والاستقبال الحار الذي حظي به من بن سلمان بعد وضع الزيارة من قبل المراقبين في إطار مصالحة المملكة لجميع الدول. فيما يرى آخرون بالمقابل أنها في سياق التأكيد على عدم وجود عزلة دولية، خاصة أن العلاقات بين السعودية وتايلند متوترة على خلفية قضية الماسة الزرقاء، وتأتي الزيارة لفتح صفحة جديدة بين البلدين في خطوات تقوم بها السعودية للوصول إلى حالة تصالح إقليمية تمهد طريقها للدولية من دون انتظار قرع جرس الاستقبال في البيت الأبيض، يختم المقال.